الحوارية في هذه الحلقة هو وقفة اقتصادية وعن افتتاح مؤتمر اليوروماني. بالأمس افتتح وزير المالية هاني أدري فعاليات المؤتمر يوروماني 2014 واللي بيتناول التغيرات الجوهرية والحراك السياسي والاقتصادي والمالي والقانوني اللي بتشهده مصر هذه الأيام، وتم استعراضها وشرحها بكل وضوح وموضوعية لأسواق المال العالمية. أهم ملامح مستقبل الاقتصاد المصري بالتأكيد في ظل المتغيرات الكثيرة اللي شافتها مصر خلال السنوات الماضية واللي بالتأكيد أثر على الاقتصاد المصري إما سلبا أو إيجابا. أهم الملامح هيتم مناقشتها أيضا في هذا المؤتمر. محاور عديدة بالتأكيد هنتحدث فيها عن الاقتصاد المصري بشكل عام وعن الخريطة المستقبلية للاقتصاد المصري مع الدكتور فتحي همام أستاذ الاقتصاد ووكيل وزارة المالية سابقا. صباح الخير دكتور. صباح الخير دكتور. اسمح لنا بس هنروح سريعا للتقرير حول هذا المؤتمر وأهم المحاور اللي يمكن اللي بيناقشها، وهنرجع بعد كده نبدأ الحوار مع حضرتك. استقرار استثمار نمو، تحت هذا الشعار يستعرض مؤتمر يوروماني في دورته الجديدة التي تعقد في القاهرة اليوم ملفات النمو الاقتصادي والبطالة والتضخم وبرنامج الدعم الذي تطبقه الحكومة المصرية. وحسب بيان للمؤسسة الدولية فإن المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين سيعرض وزير الاستثمار أشرف سلمان خلاله أهم الفرص الاستثمارية في مصر، كما يستعرض وزير المالية هاني قدري دميان في كلمته أهم ملامح ومكونات الاقتصاد الكلي في مصر خلال المرحلة القادمة. ويرى بعض المتخصصين أن المؤتمر بمثابة فرصة فريدة يتم من خلالها مناقشة مستقبل مصر الاقتصادي والاستثماري في كل القطاعات بشكل مركز، ومن خلال رؤى ووجهات نظر مستقلة يبديها كافة المتخصصين والمشاركين في جلسات المؤتمر بكل حرية وانفتاح. وسيشارك في المؤتمر أهم المتخصصين في مجالي التمويل والاستثمار في مصر، إضافة إلى رئيس البورصة المصرية محمد عمران وممثل من البنك الدولي وريتشارد شودياك العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط. يشار إلى أن أهم الموضوعات التي يناقشها المؤتمر هذا العام تتضمن الخريطة السياسية الجديدة في مصر والاستراتيجية الاقتصادية للحكومة الحالية والمستقبل الاقتصادي والاستثماري ودور صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل العالمية في تطوير الاقتصاد المصري وإصلاح منظومة الدعم وأسواق المال وعمليات الطرح الجديدة في البورصة والبنية التحتية والطاقة والتحديات التي تواجه الموارد العامة للدولة. من جديد بنجدد الترحيب بضيفنا الدكتور فتحي همام أستاذ الاقتصاد ووكيل وزارة المالية سابقا. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير دكتور فتحي. يعني بالتأكيد مؤتمر اليورو ماني من المؤتمرات المهمة اللي شهدتها مصر على مدار سنوات طويلة، لكن أكيد مصر هذا العام مختلفة عن مصر في الأعوام السابقة، خريطة اقتصادية ربما مختلفة إلى حد كبير. الفرق بين مؤتمر يورو ماني 2014 والمؤتمرات السابقة؟ هو حضرتك طبعا الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة وخاصة الثلاث سنين الأخيرة مر بتغيرات كتيرة جدا نتيجة ثورة 25 يناير وثورة 30/6. في خلل كان في الاقتصاد من فترة طويلة جدا، أكتر من 30 سنة كان في خلل كبير جدا في الاقتصاد المصري. وزي ما أقول لحضرتك إحنا يعني كاقتصاديين بنحلل الاقتصاد زي الدكتور، لما بتروح حضرتك للدكتور بتقول انا عايز اشوف صحتي شكلها ايه، بيقول لك اعمل تحليل كذا واعمل اشعه هنا واعمل بتاع، فبتقدر من خلالها تعرف الصحه بتاعت الانسان شكلها ايه. عندنا في الاقتصاد في مؤشرات بنشوفها، الموازنه العامه فيها عجز ولا فيها فائض، عندنا في عجز مستمر في الموازنه بقاله سنوات طويله وبيتفاقم من سنه لاخرى. نيجي للميزان التجاري، الميزان التجاري اللي هو عباره عن حركه الصادرات والواردات، بتستورد قد ايه بتصدر قد ايه، كان في عجز مستمر. ميزان المدفوعات، ميزان المدفوعات ده بيمثل النقد الاجنبي اللي بيدخل لك واللي طالع من عندك، يعني انت بتطلع قد ايه نقد اجنبي نتيجه الواردات بتاعتك والايرادات اللي جايه لك من النقد الاجنبي، كان في عجز مستمر برضو. ميزان المدفوعات، نسبه البطاله كانت بتتزايد وللاسف كان كلها في الشباب وخريجي جامعات، يعني دي فكل دي كانت مؤشرات سلبيه جدا للاقتصاد القومي. وقعدنا مستمرين على كده وكان بيحصل تغليف بقى للحاجات دي وبيتقال كلام ان احنا هنعالج يعني، وما كانش في اي اجراءات في السنوات السابقه كلها اكتر من 30 سنه ما كانش في اجراءات فعاله لازاله هذا الخلل المستمر في الاقتصاد القومي. الحمد لله بعد 30/6 نحمد ربنا ان جت قياده واعيه طبعا برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي ابتدت تحط ايدها فعلا احنا عاوزين بقى نحل المشاكل دي، مش عاوزين نتكلم لا عاوزين نشتغل ونواجه
التحديات ونقول ان احنا عندنا التحديات دهيا ونشتغل ونحل المشكلة دي. فابتدت نعمل اصلاحات فعلا هيكلية. من ضمنها اول حاجة طبعا احنا عندنا عجز الموازنة، ودي مشكلة اساسية. صندوق النقد او البنك الدولي لازم دايما يقولك اول حاجة خفض العجز بتاع الموازنة عشان تقدر تستثمر. لو انا النهاردة دايما مديون وعليا فوائد ديون بدفعها، هقدر استثمر منين؟ هقدر اعمل فرص عمل للشباب منين؟ هجدد المرافق بتاعتي منين؟ انا شايفين الكهرباء بيحصل فيها ايه، الطرق فيها ايه، وهكذا. فلابد اخفض العجز بتاع الموازنة. ابتدينا نخفض عجز الموازنة، ان احنا عجز الموازنة عشان يتخفض عندي الموازنة عبارة عن ايه، ايرادات الدولة ونفقاتها. فعندي ايرادات الدولة يبقى لابد اعمل على زيادتها. ابتدينا فعلا نصلح النظام الضريبي، ابتدينا نعمل ضريبة على الثروات الكبيرة او الدخول الكبيرة. بحبش انا كلمة الضريبة على الاغنياء، انا بحب دايما على الدخل، بحبش اغنياء وفقير وبتاع. فاحنا عندنا ابتدينا نحط ضريبة على الاغنياء، ابتدينا نعمل ضريبة على ارباح البورصة كانت معفاة، ابتدينا نعمل ضريبة على ارباح البورصة، ابتدينا نفعل قانون الضرائب العقارية اللي هو برضو بيمس الطبقات اللي هي قادرة، الفقير لغاية 2 مليون جنيه الشقة بتاعته معفاة، ففيش اي مشكلة. يبقى اذا ابتدينا نعمل اصلاحات هيكل، ابتدينا نخفض الدعم، مش نخفضه يعني بحيث ان احنا يأثر على الفقير، لا، ان احنا نرشد هذا الدعم بحيث ان هو يوصل الى الشخص المستحق لهذا الدعم. ودي برضو اجراءات يعني زي ما نقول ايه ابتدينا بيها، انما مش هي دي اللي هي هتحل لي كل المشاكل. احنا بنقول دي بدايه، ان احنا فعلا ابتدينا نحلل المشاكل ونعمل بدايه صحيحه لهذا. انما طبعا موضوع الدعم محتاج دراسه، موضوع النظام الضريبي محتاج دراسه. لازم اشجع الاستثمار، اشجع الاستثمار يبقى لازم ان انا اشوف ايه المشاكل والمعوقات اللي بتعوق تشجيع الاستثمار في مصر. مصر واعده في الاستثمار، بس طبعا في بعض المشكلات سواء في القوانين او في الجهات التنفيذيه، كل دوام بيدرس. انما النهاردة احنا بنعرض المشكلات دي. نيجي بعد كده الميزان التجاري، الميزان التجاري الحمد لله الشهر دوام ابتدى بقى فيه خفض في العجز بتاعه اكتر من 15%. طبعا ده نتيجة ايه، ان انت ابتديت تصدر اكتر، فبالتالي وترشد الاستيراد. فلابد ان انا لما ازيد التصدير وارشد الاستيراد يبقى لابد ان انا العجز في الميزان التجاري هيقل. ميزان المدفوعات الحمد لله ابتدى يجي. عندنا اهم حاجه مشروع قناه السويس، ان احنا ابتدينا فعلا نعمل استثمار باموال مصريه، باموال كلها مصريه مش نتيجه قروض، ودي شيء مهم جدا. وهنا بقى ابتدت امبارح سمعت يعني في احدى القنوات التلفزيونيه واحد جاي بيقول ازاي هيدفعوا فوائد للناس والمشروع لسه ما اشتغلش. هو انا لسه بحفر قناه جديده ولا هي قناه السويس دي موجوده وليها بالفعل اصول وليها ممتلكات وبتعمل دخل 5.5 مليار حوالي 37 مليار مصري موجود. وبعدين الهيئة الوحيدة اللي مش مديونها لحد خالص، لأن وبعدين هيئة قناة السويس دي أصلاً هي ملك مين؟ ما ملك الشعب، هي دي ملك حد تاني. ما أنا الشعب ملكي هذه الهيئة وبزودها عشان تعمل توسعات في المشروعات. فإذا هي مش لسه هتبتدي فنقول هتدفع الأرباح منين؟ ده هي عندها أصلاً أصولها وعندها نشاطها وبتحقق أرباح كبيرة جداً اللي هو الدخل حوالي 33 مليار، ومنه بالتالي هي بتتوسع ومحتاجه يعني عشان تكلفه اكتر عشان تتوسع، فبالتالي تاخد هذه الفلوس. فهي طبعا العمليه ما فيهاش اي مشكله. السويس دكتور فتحي يمكن امبارح زي ما شفنا تم غلق باب شراء شهادات الاستثمار في القناه الجديده، وتم بالفعل جمع اكتر من 60 مليار حوالي 61 مليار جنيه في أيوة. في الفتره القليله اللي تم فيها فتح هذه شهادات الاستثمار. شايف ان جمع المبلغ ده في الفترة القليلة ده تأثيره هيكون ايه على المشروع وبالتالي على الاقتصاد المصري ككل؟ هو تأثيره اولا من الناحية العالمية، ان فعلا يعني مصر اثبتت ان اقتصادها قوي جدا وان الشعب بتاعها فعلا ملتف حول القيادة السياسية. يعني ده كان يعني موضوع مهم جدا وبيتم رهانات عليه كتيرة. الشعب مش هيتجاوب، مش هيدفع، مش هيأثر على المصاري. وكتير اعتبرها يعني صك اخر لشرعية القيادة الجديدة، ولكن فعلا زي ما محمد قال هل فعلا ده بيعد مؤشر على قوة الاقتصاد المصري؟ بالظبط، بيقدم مؤشر قوي جدا على قوه الاقتصاد المصري. وان فعلا قلنا ان وزي ما الاستاذ هشام رامز كان امبارح بيتكلم برضه بان البنوك كل 3 اشهر الودائع فيها بتزيد 50 مليار، كل 3 اشهر الودائع فيها بتزيد 50 مليار، وان البنوك محتاجه استثمار هذه الاموال. فبدل ما كنا بنستثمرها في ان احنا نعمل قروض لشراء سلع استهلاكيه وعربيات وشقه وبتاع، احنا الشقق مثلا عشان برضه نشجع حل ازمه، انما لما نشتغل فيها في انشاء مشروعات استثماريه تدر عائد بالعمله الاجنبيه زي قناه السويس، ده هيبقى دعم كتير جدا للاقتصاد القومي. وبعدين زي ما بقول لحضرتك النهارده مشروع قناه السويس دون
ده بيشغل كذا صناعة معاه، يعني أي مشروع استثماري بالحجم ده كله بيشغل بيشغل شركات النقل، شركات المقاولات، شركات كل الحاجات دي بتشتغل معانا. وبعد كده هيبقى الدخل يتضاعف من 5 مليار ونص لقناة السويس إلى حوالي 12 مليار. يعني هيتضاعف بتاعك الدخل بتاعك، وهتبقى فيه فرص عمل النهارده فعلا نسبة البطالة ابتدت تقل كتير. والوظائف اللي ابتدت تتوجد، لان طبعا مشروع جبار زي دون هيستوعب عماله كبيره جدا، وده اللي احنا بنقبل ايديه. بس يمكن دكتور فتحي كان في مخاوف ايضا في اطار يمكن الشائعات والكلام اللي كان بيدور حول هذا المشروع انها تبقى مجرد عماله مؤقته وفور الانتهاء من المشروع يتم تسريح هذه المعامل. المشروع لانه احنا كل دول من الناس عندهم يعني قصر نظر. المشروع مش مجرد ان انا بعمل مجرى ملاحي ثاني مع المجرى الملاحي، ده انا بعمل باسس للمشروعات كبيرة جدا هتقام بهذا التكامل كامل في موضوع النقل. احنا عندنا المراكب كانت بتيجي تعدي، مجرد بداية لكتير من المشروعات كانت بتيجي تعدي من القناة سواء القافلة اللي جاية من الشمال او اللي جاية من الجنوب. النهارده لا، ده انا هعمل تموين سفن، هعمل اصلاح سفن، هعمل صناعات للسفن، هعمل حاجات كتير جدا متكاملة لخدمة هذا المرفق الملاحي. يبقى عندي اصلاح للسفن، عندي انشاء للسفن، عندي تموين ليها، عندي مشروعات كتير جدا هتقام على هذا الموضوع. فهنا الموضوع مش قاصر على مجرى ملاح، ده حواليه هيبقى مشروعات كتيره جدا. هذه المشروعات طبعا لابد انها هتستوعب عمالة كبيره جدا. طب يمكن في اطار هذه المشروعات كان في تصريحات الحقيقه لريتشارد بانكس اللي هو مدير مؤتمرات يورو ماني، حضرتك شايفها ازاي؟ يعني هو قال ان مصر امامها العديد من القرارات الاقتصاديه الصعبه اللي هي يجب ان تاخدها في المرحله القادمه، طلب الشعب المصري بالتحلي بالصبر، ولكن في الوقت نفسه قال الحقيقه ان مشروعات القمينه اطلقتها مصر دي نقطه مهمه جدا مثار اهتمام العالم. يمكن برضو في الاطار اتكلم على برضو صندوق النقد الدولي ان احنا لازم نحافظ على علاقتنا بصندوق النقد الدولي، لكن احنا مش محتاجين لقروض في هذه الفتره. شايف تصريحات مدير مؤتمرات يورومانيز؟ تصريحات سليمه جدا، ودي احنا دايما بنقول يعني ان احنا فرق بين انا بروح عاوز اتعالج في واحد يديك مسكنات ما عملش حاجه، ده اللي كنا ماشيين فيه زمان. اما النهارده مثلا حضرتك بتتكلم عن مسكنات في اطار مثلا قروض؟ لا مسكنات يعني مجرد قرض، نعمل حاجه نداري حاجه، ناخد فلوس الاموال التامينات وندخلها في الموازنه العامه عشان نقلل الحجز، كل دي حاجات مش سليمه. اما النهارده احنا بنعمل عمليات جراحيه للاقتصاد القومي، فلابد ان دي عاوزه فعلا جرأه وعاوزه ان الشعب يصبر شويه. وبعد كده ان شاء الله انا متوقع في خلال السنه دي بس تنتهي القناه هنشوف الخير اللي هيجي قد ايه والوظائف والعماله. فهو الكلام بتاعه مظبوط ان احنا فعلا عاوزه صبر شويه، عاوزه زي ما قلت لحضرتك احنا ابتدينا في اصلاح نظام ضريبي، ابتدينا في اصلاح نظام الاستثمار، بس اللي ابتدينا بيه ده بدايه، انما هو لسه في تعديلات جوهريه وهيكليه لابد ان تتم على الاقتصاد. يعني زي ما نقول ايه السياسات، انا عندي النهارده كنت بصدر الخامات، المفروض ده اقتصاديا خطا، انا عندي الخامه ما صدرهاش، انا هصدرها بسعر قليل جدا لابد ان انا اصنعها. يعني عندي منتج زراعي قوطه بطلع طماطم بطلع فاكهه، بقى ان انا اصدرها بسعر قليل او ان انا اعملها منتج واصدره بسعر عالي. عندي القطن كنا زمان بناخد انجلترا بتاخده وتصنعه، بتاخده بقروش وبتصنعه وبتجيبه وبتبيعه فهكذا. انا عندي النهارده ده منتج نهائي، يعني هو في الاساس يعني كنا بنصدر الماده الخام ونشتريها منتج بسعر اغلى بالظبط، وشهرته عالميه في العالم كله. فلابد ان انا السياسات بتاعتي تتغير، السياسات الاقتصاديه، الخامات ما صدرش خامه على قد ما اقدر، اصدر منتج نهائي. نفس الحاجه بقى بالنسبه للصناعات اكتر في مصر، وبالتالي يخلق فرص عمل. يعني حضرتك البترول النهارده ابتدينا مثلا نشوف البترول، البترول كنا نتيجه ازمات البترول والطوابير بتاعت العربيات اللي واقفه كنا بنستورد البترول منتج تام، بستورده بضعف ثمنه لو انا جبت خام وابتديت اكرره، وعندي مصانع التكرير جاهزه، وعندي التكنولوجيا اللي ممكن تخليني اشتغل في هذا. فابتديت الحمد لله احنا بدينا نحط ايدنا، بس طبعا عاوزه وقت وعاوزه صبر شويه، انما ان شاء الله احنا ما دام تحط ايدنا على السياسات السليمه لابد ان احنا هنشتغل. طيب نجاح تجربه جمع ال 61 مليار عن طريق طرح شهادات الاستثمار في مشروع قناه السويس، المشروع القومي الاول والاهم اللي بتشهده مصر دلوقتي، هل ممكن ان احنا نجاحها هل ممكن يخليها تتكرر في بعض المشروعات القوميه طبعًا الاخرى اللي ممكن تحتاجها مصر زي مشروع منخفض القطاره او محطه الضبع او غيرها من المشروعات القوميه المهمه اللي هتفرق وهتاثر في بناء الدوله؟ الشعب طالما انه هيحس ان العوائد بتاعت الاستثمار ده وبتاعت هذه المشاريع هتعود اليه. هي المشكله كان عندنا كان في عدم ثقه،
الشعب يقول لك ايه، كانوا بيقولوا ان في معدل نمو 8% وان ما كناش من الشعب ما كانش بيحس فيها. ليه؟ نتيجه خلل في النظام الضريبي، كان بيدي اعفاءات كتيره للاغنياء، بيدي اعفاءات كتيره لبعض المستثمرين، فكانوا بيكسبوا ملايين ومليارات والشعب ما بياخدش حاجه، لان حتى ما يدفعوش ضرائب ولا بيدفعوا اي حاجه. فالنهارده كل ده ابتدينا نعالجه، فابتدى الشعب ان شاء الله هيحس بان هو لما بيساهم في اي مشروع او اي مشروع بيقام العائد هيعود عليه، سواء هيعود في شكل مثلا شهاده استثمار هياخد منها عائد هو، او في شكل هتوفر بقى فرص عمل ليه ولاولاده وهكذا، والدخول نفسها تبتدي ترتفع. يعني النهارده ايه اللي بيخلي ان انا مثلا مش قادر ازود الدخول او حاجه؟ امكانياتي. لما انا بيبقى عندي ايرادات كتيره هتقدر تزود، هقدر ان انا ازود الدخول، هقدر كمان زي ما نقول حاجه برضو نقطه مهمه بنقول عليها دايما، ان احنا الدخل بتاع الفرد مش بيقاس بالفلوس اللي هو بياخدها قد ايه. يعني ممكن حضرتك تاخد 1000 جنيه وتحس انك انت تعبان، ممكن تاخد 5000 جنيه وتحس انك تعبان، وممكن تاخد 2000 جنيه وتحس انك مستريح. ليه بقى؟ الخدمات اللي بتقدم لك بتعوض ده كله. يعني لو احنا عملنا الخدمات التامين الصحي، لو اتظبطت المنظومه بتاعت التامين الصحي كلها محتاجه مراجعه. هي منظومات، منظومه صحيه والمنظومه التعليميه طيب دكتور فتحي، احنا اتكلمنا عن السياسات، محتاجين نتكلم برضو ايضا عن التشريعات الخاصه بالاقتصاد والاستثمار، ولكن اسمح لنا هنقف وقفه سريعه مع اهم وابرز الاخبار الاقتصاديه واخبار سوق المال مع الزميل احمد فؤاد. صباح الخير يا احمد. صباح الخير يا احمد. صباح الخير لمين. نشكرك احمد على مجموعه الاخبار الاقتصاديه. مشاهدينا برحب بكم، نكمل حوارنا عن مؤتمر اليورو ماني واهم التحديات الاقتصاديه اللي بتواجه مصر مع الدكتور فتحي حمام، استاذ الاقتصاد ووكيل وزاره الماليه سابقا. دكتور فتحي، يمكن قبل الوقفه الاقتصاديه كنا بنتكلم على السياسات الاقتصاديه بشكل عام، وحضرتك يعني استعرضت لنا مجموعه من السياسات الاقتصاديه. خلينا نتكلم بقى على التشريعات الاقتصاديه. هل احنا في مصر بحاجه الى اعاده النظر في التشريعات الاقتصاديه؟ لان البعض كان بيرى ان هناك تشريعات وقوانين بتبقى مكبله، بتبقى طارده للاستثمار، مش مشجعه للاستثمار. ايوه، احنا فعلا في حاجه الى تعديلات تشريعيه هنقولها، بس برضو بالاضافه الى التعديلات التشريعيه لابد ان احنا نشوف الجهات اللي بتنفذ القوانين. لان احنا مهما ما نعمل في قوانين والجهات اللي بتنفذ لا تتعاون بالشكل الكافي او غير مدربه بالشكل الكافي على تطبيق هذه القوانين، يبقى احنا ما بنعملش حاجه. بالتاكيد عندنا قانون الاستثمار محتاج مراجعه يعني كامله، لان قانون الاستثمار اتعمل سنه 97 ومن ساعتها ما يعني حصل تغيرات كتيره جدا في الاقتصاد القومي وفي الاقتصاد العالمي كله ما اتغيرش. فلابد ان انا قانون الاستثمار لابد ان انا اعمل مراجعه فيه، ادي حوافز اكتر للمشروعات الصناعيه، ادي حوافز اكتر للمشروعات اللي هتشتغل خارج الوادي، يعني بتشتغل في الصعيد، بتشتغل في توشكا، بتشتغل في اسوان، المناطق البعيده لازم ادي لهم حوافز، لازم ادي لهم ضمانات، والضمانات موجوده في القانون بس لازم افعلها. النقطه المشكله عندنا، وانا كانت دراستي كلها كانت في قانون الاستثمار، ان احنا بنلاقي قانون الاستثمار بيتكلم في حاجه وقوانين تانية تطلع تعارضه. يعني شفنا قانون الاستثمار كان بيدي اعفاءات، جه قانون الضرائب طلع في سنه 95 ولغى سنة 2005 91 سنة لغى كل هذه الإعفاءات، مع ان في قانون الاستثمار لو قريته يقول لك تتمتع هذه المشروعات بإعفاءات زكاة. طب يجي قانون الضرائب بيلغي هذه الإعفاءات. المناطق الحرة دي غير خاضعة لقوانين الضرائب في قانون الاستثمار، غير خاضعة لقانون، جينا لقينا قانون الضرائب جه ولغى بعض الحاجات دي وخضعها للضرائب. فطبعا هذا التعارض بيضر المستثمر، لان انا النهارده كراجل مستثمر جاي بعمل دراساتي، وانا بعمل اذا كنت مستثمر جاد بعمل دراسه للمشروع هيقعد 30 سنه 20 سنه شغال وفقا للقانون اللي موجود، وفقا للقانون الموجود، فافاجئ بعدها بقانون تاني بيلغي لي كل دون، يبقى ده طبعا مش مظبوط. يعمل ده اللي بيخلينا بقى نخش في التحكيم الدولي ومشاكله. التحكيم الدولي عمليه شقه جدا، وانا حضرتك عمليه التحكيم الدولي وانا على حساب الاستثمار في الوزاره يعني الحمد لله كسبناها، بس كانت عمليه شقه جدا 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 انك انت النهارده تخش في عمليه التحكيم الدولي. وانا حسب ما يعني عندي معلومات ان في قضايا كتيره مرفوعه على مصر بالتحكيم الدولي بسبب تعارض القوانين وان احنا ما بننفذش القوانين. قانون الاستثمار محتاج مراجعه، قانون الجمارك ده مهم جدا، قانون الجمارك محتاج مراجعه كامله، لان التهرب الجمركي يعني زي ما نقول وصل بقى لجوكب زي ما بيقولوا يعني. التهرب الجمركي النهارده وليه اساليب كتيره جدا، سواء بقى الفواتير المضروبه او تغيير البنود بتاعه الاستيراد، او ان بيجيب سلعه غير يعني بيدخل سلعه معاها سلعه، يعني اساليب عميقه. التهرب الجمركي بيضر بالاقتصاد القومي ضرر بالغ. ليه؟ لان اول حاجه بيضر بالمستثمر والمنتج المحلي،
يعني لو سعادتك عامل مصنع للملابس واحنا بنقول عايزين نشجع الشباب على انه يشتغلوا يعملوا مصانع للجزم، يعملوا مصانع للملابس، يعملوا مصانع مثلا للخشب والموبوليا، لما هو يعمل مصنع ويكلفه وبعدين يبص يلاقي جاي له حاجه من بلد تانية بنص الثمن اللي هو بيعمل بيه، طبعا هو مش هيقدر يقاوم ولا يقدر ينافس. وبعدين انا اقول بيبقى انا بشجعه ازاي؟ انا اشجعه انه ياخد قرض من بنك ويدفع هو فوائد وبتاعه، وبعد كده في الاخر لما ينتج المنتج بتاعه مش عارف يسوقه. فطبعا دي عمليه صعبه جدا، لابد ان الجمرك لازم القوانين بتاعته تتراجع، ولابد في متابعه اكتر على الرسائل الجمركيه. السلع اللي ممنوعه انها تخش او محظور استرادها لابد من مصادرتها على طول، مفيش بقى ان انا عشان دي لابد يعني مثلا النهارده الشماريخ والحاجات دي كلها مش ماليه الشوارع وهي محظور استرادها خالص وعارفين مشاكلها. طب دي ازاي ان انا يعني ما اصدرهاش وقت ما الاقيها اصدرها على طول؟ فلابد قانون الجمارك محتاجه مراجعه كامله، قانون العمل محتاجه برضه مراجعه كامله. لان النهارده اي واحد مستثمر يجي عاوز برضه يشوف، احنا بنقول دايما كانت مصر دايما بتتمتع بميزه اللي هو ايدي عامله رخيصه ومدربه. فانا النهارده لا عندي ايدي عامله رخيصه ولا عندي ايدي مدربه. التعليم سواء الفني او الجامعي مش متطور مع السوق واحتياجات التطور التكنولوجي العالي. يعني عندنا مثلا في المحاسبه، في عندنا معايير محاسبه دوليه ومعايير مراجعه دوليه دلوقتي وحاجات زي كده لسه ما بنطبقهاش ولسه بنتدرب عليها ولسه يعني لابد ان احنا نكون متفوقين فيها. فلابد دون كذلك بالنسبه للعامل، العامل النهارده مش مجرد انه يقف على مكنه، ده النهارده في مكن حديث جدا، مكن متطور جدا، في بعض المصانع شغاله هي بتدور على هذا العامل مش لاقيها، وبيجي لها كتير من العمال التانيين غير المهرة غير المدربين هم اللي عايزين يشتغلوا، بيقولوا لا انا محتاج واحد يقدر يشغل لي المكن ده. فاحنا عاوزين التدريب المهني تختلف الصوره بالنسبه له. التدريب بصفه عامه والتعليم بصفه عامه محتاج تغيير. القانون الجمارك لابد انه يتعدل ويتعمل مراقبه شديده جدا على المنافس الجمركيه بحيث ان احنا نقدر نقضي على التهريب تماما عشان احمي المنتج المحلي بتاعي يقدر يقاوم يقدر يسعى. قانون الاستثمار لابد من مراجعته، قوانين الاستيراد والتصدير والعمله اللي هي لابد ان هو برضه النقد اللي هو قانون النقد لابد برضه من دراسات اخرى، لان احنا النهارده بنجد فيه مشاكل كتير جدا. النهارده عندنا في الضرائب بنلاقي ان هو في السعر الرسمي وفي السعر في السوق الموازي، ويجي يقول لك انت جايب من مثلا السعر الموازي، طب فين الفواتير؟ طب ما مش هيجيب فواتير. هتبقى في مشكلات كتيره لابد ان احنا نحلها عشان نقدر نشجع المستثمر. لابد ان يبقى في خريطه استثماريه، دي نقطه مهمه جدا انا بتكلم عليها. ان انا ما اجيش النهارده المستثمر يقعد يلف على 20 جهه عشان ياخد موافقات، وبعدين يروح هناك يعمل المشروع في الصحراء ويلاقي لسه الارض ما دخلهاش ميه، لسه الكهرباء، لسه لا، ده انا لازم اعمل خريطه استثماريه. كل محافظه تعمل خريطه استثماريه للمشروعات اللي هي ممكن تقوم تعملها في المحافظه اللي تتناغم مع هذه المحافظه. يعني مثلا محافظة أسوان عندها بحيرة السد العالي وعندها السياحة وفقا للموارد المتاحة في كل محافظة يتم استغلالها على أمثل، وبالتالي لما أجي أعمل بقى خطة الكهرباء خطة الطاقة أقدر أدي هنا هيتعمل مشروعات إيه هنا، ومش لسه بقى أبتدي. طيب هو واضح إن هو الخريطة الاقتصادية في مصر بتشهد تغيرات وتحولات إيجابية جدا وفقا حتى للمنظور العالمي ليها. هنشوف هذه المشروعات، يعني إذا كنا بنتكلم دلوقتي عن مشروع قناة السويس ففي مشاريع أيضا إعادة إحياء مشروع طشكا ومشاريع أخرى في منطقة العالمين والضبع والساحل الشمالي بالتأكيد، يعني مشروع يعني كتير. الأمل في البناء موجود أعتقد، وفي عودة الاقتصاد قوي مرة أخرى أعتقد موجود. الحمد لله لازم اقول لحضرتك ان احنا الحمد لله ابتدينا نتكلم بشفافيه وبصراحه على 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 اول الطريق. ونحط مصلحه الشعب فوق اي اعتبارات. الدكتور فتحي يمام استاذ الاقتصاد ووكيل وزاره الماليه سابقا، بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا فندم، الله يكرمك. مشاهدينا وقفتنا الجايه هي وقفه